السلام عليكم، معاكم محمود من قناة ترو لايف. نظرا لأن فيروس كورونا بيموت من المية ومن شرب المية، فاحتمال كبير مع دخول شهر رمضان اللي هو فاضل عليه وقت قليل جدا، يمكن أسبوعين ولا حاجة، ممكن يطلب منكم إنكم تفطروا. يقول لك ما أنت لازم بقك يكون رطب على طول، لأن في الأيام الجاية هيتم إثبات إن فعلا المية مهمة جدا، إن كل الناس لما هو الحظر والعزل مش جايب نتيجة هيبتدي نخش في مراحل تانية أعمق في الأيام الجاية ممكن تسمعوا عنها، أو بالفعل ممكن طور يرد تاني يوم أو بكرة أو بعده معلومات بهذا الصدد. فمن الحاجات دي إن هو يقول لك لازم تفطر، الإفطار في رمضان أصبح واجب أو فرض، لأن أنت بتحمي الأمة، بتحمي الناس، بتحمي روحك. إيه أغلى من روح الإنسان؟ تموت ولا تفطر؟ ويقول لك عادي ممكن بعد رمضان تقضي الايام اللي انت فقدتها في رمضان، الايام اللي انت افطرتها في رمضان تقدر ان انت تقضيها بعد انتهائه او في اي وقت تاني. احنا بقى يعني نعمل ايه في الوقت ده، في الحاله دي لو قالوا لنا لا لازم افطار، زي ما فيش صلاه في صلاه الجمعه وبعد كده ما فيش صلاه جماعه خالص، بعد كده الجامعه تقفل خلاص، ما بقاش في جامعه شغاله بسبب الفيروس او بسبب الجائحه او الوباء، فبسبب هذا ممكن تخش في مرحلة انك لازم تبل بقك كل 20 دقيقة او كل ربع ساعة، لازم تقعد تشرب مية. فعلاج حاجة زي كده احنا نعمل ايه؟ انت ده يعود ليك، هم مش هيلفوا عليك في البيوت ويقول لك انت فطرت ولا لا، اشرب مية عشان تثبت لها انك فاطر. مش كده، هي دي يعني حاجة شخصية، عايز تفطر افطر، لان ولي الامر هو اللي قال لك، هو اللي هيشيل وزر لو فيها وزر. ومن ناحية تانية لو عايز تصوم صوم، لو انت شارب كويس وما عندكش مرض وصحتك كويسة. لكن انا اعتقد ان الناس اللي هي قلقانة وعندها بالفعل كحة، سعال، او مناخيرهم سايبة شوية، عنده صداع، عنده حرارة، اللي شاكك ان عنده حاجة، اعتقد ان يجوز ليه قوي ان هو يفطر في اليوم ده او اليومين دول لحد ما يحس ان صحته كويسة ويرجع تاني يمارس حياته الطبيعية، يصوم زي ما هو عايز. ده رأيي وده اللي ممكن تسمعوه في الايام الجاية، فقلت اقوله لكم عشان تبقوا مستعدين وكل واحد يفكر ويشوف الجانب الفقهي واللي يناسبه في هذه الجزئية. نشوفكم في حفظ الله، السلام عليكم.